يحيى السنوار زعيم حركة حماس يخطط لنقل الهجمات إلى الضفة الغربية في محاولة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذا ما أفاد به موقع ماكو التابع للقناة 12 العبرية. ويعتمد السنوار على التغيرات الإقليمية والرد الإيراني المرتقب على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج. وأشار الموقع إلى أن مفاوضات صفقة الرهائن وصلت إلى طريق مسدود، وأن هناك فجوات كبيرة بين مطالب حماس وإسرائيل رغم التفاؤل الأمريكي. وتستمر الخلافات حول مطالب حماس المتعلقة بمحوري فيلادلفيا ونتساريم. وفي ضوء تزايد العمليات العدائية في الضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية وإصابة في الهجمات الأخيرة، يشهد الوضع تصاعدا في استخدام السيارات المفخخة، وهي ظاهرة لم ترى منذ الانتفاضة الثانية. وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي يعمل بجد لمواجهة هذا التصعيد من خلال عمليات مكثفة، مع اعتراف المنظومة الأمنية بعودة المسلحين الفلسطينيين لأساليب قديمة في الهجمات.